وزي ما وعدناكم رجعنا ليكم بالحلقة الخامسة والجزء الخامس من الملف الشائك والماسونية. عدلنا ملف النهاردة إيهاب عبدين. مبدئيا كل عام وحضراتكم بألف خير وعيد أضحى مبارك. عصر بداية الملاحم. أول حلقة من الحلقات اللي اتكلمنا فيها عن الماسونية كانت في شهر مايو سنة 2020، يعني نقدر نقول بعد كام شهر من تفشي فيروس كورونا المرعب في العالم. كان هدفنا هو تسليط الضوء على جماعة سرية لها جذور في التاريخ الإنساني قديما وحديثا، وكمان اسمها اتكرر في الآونة الأخيرة، وده كان بشكل كبير جدا بالتزامن مع تفشي كورونا. وناس كتير في العالم كله تقريبا وجهت اتهامات صريحة واعتبرت ان الماسونية على دراية وعلم بما يحدث، وكمان هي تعمل كمحرك اساسي في الاحداث والمجريات التي يمر بها العالم من وقت ظهور الفيروس حتى الان. مش هقدر اخبي عليكم واقول لكم ان بالرغم من كل اللي حكيناه عن الماسونية على مدار اكتر من سنة كاملة واربع حلقات مليانين احداث كثيرة جدا، لازم اقول لكم ان ده قليل، لان لسه في اسرار كتير بنكتشفها كل ما نتعمق اكتر في البحث عن مخططات الماسونية والكيان الخفي اللي بيحكم العالم زي ما بيقولوا من تحت الترابيزة. في الوقت الحالي اصبحت المسؤولية مشتركة ما بيننا كلنا في توعية الناس من ان اي حد ممكن يسيطر عليهم او يتحكم فيهم باي شكل، سواء في الوقت الحالي او في المستقبل القريب. واحنا في النهاية بنحاول لا غير، وهنفضل نحاول على قد ما نقدر، لان ده دورنا في التوعية وانارة العقول. اكيد كلكم بتسألوا ليه ملف خامس للماسونية، مع ان انا عارف ان كلنا كنا متشوقين لوجود هذا الملف، بس لازم يكون في سبب. الإجابة وبدون مبالغات، المعلومات اللي بتتكشف أثناء البحث عن أسرار هذه الجماعة كلها معلومات بتتشابك مع الحياة اليومية بشكل قريب جدا ومتداخل جدا. تقريبا نقدر نقول إن الجماعة الماسونية توغلت في الحياة اليومية وتفاصيل الشخصية للكبار قبل الصغيرين وعلى كل المستويات. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ أقول لك، يعني الجماعات الماسونية والسرية في العالم بدأ خطرها يقرب بشكل مرعب من حياتك وحياتي وحياة أسرنا بكل الطرق اللي نتخيلها واللي خيالنا ما يقدرش حتى يوصل لها. وده بيخلينا أحيانا نسبق الأحداث ونتوقع ممكن إيه يحصل في العالم تاني في الأيام اللي جاية، أو على الأقل نحذر من الموجود حاليا ونركز في الواقع الحالي. وعلشان كده أصدرنا الحلقة الخامسة من الملف الشائك، يعني الإجابة بوضوح عن سبب إصدارنا الجزء الخامس من الملف الشائك هو اقتراب الخطر. عايز أسأل سؤال مهم قبل التعمق في الحلقة، هو ليه دلوقتي بدأ الكلام عن الجماعات الخفية والسرية في العالم يكتر قوي، مع العلم ان تاريخ الجماعات دي وجودها وتأثيرها قديم جدا زي ما شرحنا لكم قبل كده في التاريخ الانساني؟ يعني هي مش وليدة امبارح ولا النهاردة ولا اليومين دول خالص، انما ليه بدأ الكلام يكتر عنها مؤخرا؟ اقول لك، لو رجعنا 10 سنين لورا هنلاقي ان اي حد كان بيتكلم عن الماسونية في الوطن العربي كان بيتعرض للسخرية وعدم التصديق لأي معلومة هو بيقولها، والناس كانت بتسخر من اللي بيتكلم عن الماسونية لأنه كان مصطلح جديد على مسامع الناس. ولكن الحال اختلف دلوقتي تماما، والمفاهيم كلها بدأت تتغير، وفي وقتنا الحالي في عشرات الكتب
وعشرات الأعمال الفنية وعشرات الروايات، حتى قنوات ومنصات التواصل الاجتماعي. كل ده بقى بيتكلم بشكل شبه يومي عن مخططات الماسونية، ويحاولوا يوعوا الناس بخطورة هذه الجماعات. برضو السؤال لسه مطروح وما جاوبناش عليه، ليه ظهر الكلام على السطح الإعلامي مؤخرا بالشكل ده؟ ممكن الإجابة اللي أقولها تكون صادمة، ممكن تكون غير منطقية، ولكن بيعتقد إنها واقعية إلى حد ما. الإجابة بتقول إن الجماعة الماسونية على وشك الظهور وإعلان النظام العالمي الجديد، ولم يتبقى إلا القليل جدا على تطبيق النظام العالمي الجديد، وده اللي خلانا نشعر بتأثيرهم الفعال والقريب قوي من حياتنا اليومية. بمعنى أبسط، اقترابهم مننا خلانا نحس بتأثيرهم ووجودهم. وكلمة على وشك الظهور مقصودة شكلا ومعنى ومضمونا، وده مش كلامي على فكرة، ده كلام انتشر بقوة في الأونة الأخيرة، وتحديدا في تاريخ قريب جدا، وتقال إن التاريخ ده بالذات تاريخ مميز جدا في التقويم الماسوني. والتاريخ ده قيل عنه من بعض الناس إن اسمه تاريخ بدء الملاحم في العالم. مش هقول التاريخ كان امتى بالظبط لأنه كان قريب جدا ولا داعي لذكره، وكلمة بدء الملاحم معناها بداية تطبيق الخطوات الأخيرة في النظام العالمي الجديد. وطبعا لما بقولك النظام العالمي الجديد أكيد انت فاهم كويس معنى ايه. ومعنى وجود نظام عالمي جديد وانت بتسمعنا لأول مرة، لو عايز تفهم تفاصيل أكتر يبقى مطلوب منك تسمع الحلقة الأولى والتانية والتالتة والرابعة من الملف الشائك. وحتى لو يعني سمعتهم قبل كده، أنا برشح لكم تسمعوا كله عشان الحلقات دي فعلا مليانة معلومات حذرة جدا. وبفكركم أن الحلقات دي أصدرناها مرتين، وتم مسحها وحذفها وإعادة تسجيلها. إحنا سجلناها تاني ونزلناها وغيرنا اسمها من الماسونية للملفات الشائكة علشان كانت اتحذفت. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت باستفاضة على شروط تطبيق النظام العالمي الجديد، وإن معظم الشروط تقريبا اتحققت على أرض الواقع، ولم يتبقى إلا الجزء الأخير فقط لغير. وكل ما سبق هو مقدمة أو تمهيد لما قد يحدث في المستقبل القريب قبل الإعلان النهائي للفصل الأخير للنظام العالمي الجديد. بعد فرض العزل المنزلي أثناء تفشي فيروس كورونا، ناس كتير بدأت تحاول إنها ترفع عن نفسها بأشكال كتير، ومن ضمن الأشكال دي كان الموبايل طبعا. استخدام الموبايل وأجهزة المحمول والتواصل الإلكتروني عموما في الوقت زاد مؤخرا زي ما احنا عارفين بشكل كبير جدا، ودي إحصائيات عالمية موثقة مش كلامي، أكيد تقدر تتابعها بنفسك. في منظمات عالمية في التكنولوجي والمعلومات التقنية أصدرت تقارير عن الفترة دي تحديدا، وتقال إن أعداد المستخدمين للموبايل وتطبيقاته المختلفة زاد بشكل كبير جدا، لم يحدث من قبل بهذا الشكل في أي فترة في التاريخ. كمان المنظمات دي قالت إن في عدد كبير من الابليكيشنز أو التطبيقات ظهرت في الوقت ده بشكل قوي جدا من جهات غير رسمية وغير معروفة، وبدأت الناس تستخدم التطبيقات دي وتقبل عليها بالرغم من خطورتها والتحذير من استخدامها. في أكتر من منصة إعلامية، ومن ضمن التطبيقات الخطيرة اللي اتكلموا عنها في المنصات الإعلامية وللحد دلوقتي مازال متاح على المتاجر الإلكترونية، وبيتم الدخول عليه وتحميله مجانا، وبيقال إن تم تحميله في 2020 12 مليون مرة. إيه التطبيق ده؟ وإيه مدى خطورته وعلاقته بالماسونية؟ أكيد مش هينفع نقول اسمه، بس هنقربها لك. تم إصداره في 2020، هو تطبيق مغامرات بيتيح للمستخدم والمغامر إنه يروح يستكشف مناطق مهجورة غير آيلة للسكن وغير مؤهلة للبني آدمين يعني وجودهم، أو يزور شواطئ مهجورة وفي أماكن بعيدة
وبيعيدوا التطبيق ان في جايزة كبيرة في انتظاره. طبعا التطبيق ناس كتير حاولت انها تجربه من باب الفضول والمغامرة، وده اللي 3 شباب عملوه، وثقوا كل المغامرة على التطبيق بالفيديو. المفروض ان التطبيق بيبعت لك احداثيات مكان معين، وتروح المكان ده بتلاقي الجايزة في انتظارك. وبالفعل 3 شباب تحمسوا للمغامرة ومشيوا ورا الاحداثيات اللي رسمها التطبيق، اللي اخدهم الى احد الشواطئ المهجورة. وبالفعل لقوا شنطة كبيرة ضخمة محطوطة في مكان مخفي بين الصخور على الشاطئ، وتوقعوا ان هي دي الجايزة اللي في انتظارهم. لما فتحوا الشنطة على انها هي الجايزة، اكتشفوا ان الشنطة فيها جثث متقطعة بشكل مرعب وفزع وبطريقة وحشية. تم طلب الشرطة وبدأ التحقيق في امر الجثث، واكتشفوا ان الجثث بتعود لشاب وفتاة حديثي التخرج. وبعد فحص اجهزة المحمول الخاصة بيهم، اكتشفت الشرطة ان الشاب والبنت كانوا محملين نفس التطبيق المريب، واتقتلوا واتقطعت جثثهم بطريقة بشعة، وتم وضعهم في الشنطة من مدة قريبة جدا لا تتعدى اليومين. والغريبة ان الشاب اللي حمل التطبيق وحب يخوض المغامرة قال انه حمل التطبيق بس من يومين تقريبا، هي دي المدة اللي حصل فيها القتل. الموضوع انتشر في كل الولايات المتحدة الامريكية، واتضح ان مش دي اول شنطة يكون فيها جثث متقطعة يدل عليها الابليكيشن، وان الابليكيشن بيدي للمستخدمين احداثيات لاماكن مرعبة مخيفة، منها مثلا اللي حكى احد الاشخاص وقال: دخلت المغامرة من باب التسلية وعدم تصديقي بالتطبيق اصلا، وقلت لنفسي انا هجرب التطبيق وامشي معاه للاخر. وبالفعل مشيت على خطوات التسجيل الخاصة بيه، وبعت لي احداثيات، وكان المكان اللي روحت عبارة عن كوخ صغير قديم جدا في احدى الغابات المهجورة. الكوخ لما دخلته كان عبارة عن مشانق كتيرة، وكأن البرنامج كان بيطلب مني ان اشنق نفسي. وبدأت رغبة تلح عليا ان انا اعمل كده فعلا، معرفش، مع ان انا مش شخصية كارهة للحياة ولا انتحارية. بدأت اقاوم الرغبة دي وهربت، طلعت اجري من الكوخ المرعب ده. خلينا نسأل، ايه المهم في موضوع التطبيق ده وليه بنتكلم عنه؟ خلينا اقول لك حاجة. الشرطة لما كثفت بحثها عن مصمم التطبيق ده وملاحقته، كان مدير شركة برمجيات واطلق التطبيق في فبراير 2020، ولم يوجه ليه اي اتهام صريحة للجرائم اللي ارتكبها بسبب التطبيق. وقال في دفاعه عن النفس ان كل الجرائم اللي حصلت هي محض صدفة ليس اكثر، وتم اخلاء سبيله بعد كده. طبعا مش محتاج اقول لك مين هدفه انشاء مثل هذه التطبيقات البشعة وفي الوقت ده تحديدا، وانت اكيد عرفت لوحدك. وزي ناس كتير اتهموا الجماعات الخفية بانها الداعم الاساسي لتطبيق البحث عن الجثث، والهدف منه والسيطرة الكاملة على ادمغة المستخدمين من الشباب والمراهقين اللي اصابهم الملل والزهق ايام العزل المنزلي. وبالتالي اي وسيلة لكسر الملل هتكون متاحة مجانا، الشباب هيهجم عليها وهيحاول يرفع عن نفسه بيها. وده كان الهدف الخفي من البرنامج، لانه بعد كده اكتشف ان البرنامج زيه زي اي برنامج بيحاول انه يدفع الشباب لامور هو بيوجههم ليها، ولكن البرنامج ده بيدفعهم للانتحار والقتل بعضهم بعض. الموضوع مش انتحار بس، على قد ما هو سيطرة كاملة على دماغ الشباب والتحكم فيه والسيطرة على كل قراراتهم، ودفعهم لفعل أي شيء مهما كان مؤذي ومميت. نزلت مقالة بتتكلم عن هذا التطبيق، وبتتكلم عن مصمم التطبيق، وتقال إنه واحد من أشهر فطاحل الجماعات الماسونية في العالم، وإن إزاي يتم السكوت عليه، وإن هذا الشخص معروف جدا دعمه الدائم للكيان الماسوني. رجاءً ركزوا مع أولادكم الصغيرين وأخواتكم الصغيرين،
والشباب المراهق مش أي أبليكيشن نشوفه خالص ننساق وراءه. راقبوا تصرفات الأطفال، لأن للأسف ساعات بيطلع إعلانات فجأة وهم بيلعبوا أي حاجة عن التطبيق ده. في الحلقة الرابعة من الملف الشائك اتكلمنا عن آخر ما وصلت إليه الشريحة الإلكترونية، وقلنا إنه بالفعل تم تطبيقها على أحد القرود والتحكم فيه عن بعد وجعله يتصرف بذكاء يتقارب بشكل كبير مع الذكاء البشري. فاكرين؟ طب اسمعوا الحلقة الرابعة واسمعوا التفاصيل لو ناسين. في أخبار جديدة ظهرت على الساحة الإعلامية بخصوص الشريحة الإلكترونية؟ الإجابة أيوة، هقول لكم حالا آخر أخبار الشريحة الإلكترونية وما يقال عنها وعن تاريخها. في 7 سبتمبر لعام 2020 خرج أحد الباحثين بتصريحات غريبة أثارت الجدل في الأوساط العلمية كلها، وكانت المعلومات اللي قالها كلها بتخص إحدى الجهات العلمية الشهيرة بتطوير الأدوية واللقاحات، وقال إن الشركة بتعمل على تطوير لقاحات جديدة وبطرق مختلفة عن أي لقاحات وجدت قبل ذلك على الساحة العلاجية. واللقاح ده أو التقنية دي اسمها تقنية الوشم الكمي الغير مرئي. الدكتور اللي قال المعلومات دي اسمه كيفن ماكيهو، وهو دكتور وأستاذ مساعد في الهندسة الحيوية في جامعة رايس. التقنية الغريبة اللي اتكلم عنها دكتور كيفن، المعلومات المتاحة عنها قليلة جدا، وتقريبا مفيش أي مواقع أو مراجع علمية عربية اتكلمت عنها بشكل واضح، ولكن بعد بحثنا في مواقع أجنبية مختصة بالعلوم واللقاحات عن التقنية دي اكتشفنا معلومات في غاية الغرابة وممكن تكون خطيرة كمان، وهنحاول أننا نبسط المعلومات دي على قد ما نقدر. وتقال عن تقنية الوشم الكمي الغير مرئي إنها طريقة سرية لتسجيل تاريخ تطعيم أي شخص بأي لقاح لأي مرض. بمعنى أبسط، التقنية دي هيتم حقن البشر بيها لمعرفة أعداد البشر مثلا اللي تلقوا أي لقاح أو تطعيم في تاريخهم المرضي والحياتي بشكل عام، وهي غير مرئية من الأصل، إلا من خلال أجهزة معينة بتعمل بالأشعة تحت الحمراء وبتظهر المعلومات الطبية والتاريخ الطبي لكل إنسان اتحقن بيها بدون ما يشعر. طب ممكن تقولي الكلام ده كويس، ده حاجات إحصائية والمفروض تكون مفيدة، إيه الغريب يعني؟ الغريب إنها بتتحقن في السر بدون ما يشعر الإنسان بيها. بمعنى أوضح، إنك ما بتبقاش عارف أصلاً إنها موجودة جواك، بتاخدها تحت أي مسمى وأي بند، علاج، دواء، أي حاجة، فبتاخدها بدون ما تشعر. كل كلمة أنا بقولها لا تعبر عن رأي شخصي ليا خالص، المعلومات اللي بقولها موجودة وموثقة وبتتقال في كل المنصات العلمية والغير علمية. مين المسؤول عن التقنية دي أو متبني فكرتها أو تمويلها؟ الإجابة بتقول إن تقنية الوشم الكمي الغير مرئي اللي تبنى فكرتها هو رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس. ونرجع تاني نتكلم عنه ونلاقيه هو اسمه بيتكرر في أشياء غريبة جدا وأشياء مريبة وأشياء تخص هذا الكيان المظلم. بيل جيتس صاحب مايكروسوفت هو الداعم لتقنية الوشم الكمي. وتقال ان التقنية تم العمل بها في معهد MIT الخاص بتطوير تكنولوجيا المعلومات بتمويل ودعم من بيل جيتس بنفسه، وده اللي أثار الجدل في الأوساط العلمية ورفع سقف التساؤلات والحيرة مرة تانية حول رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، لأنه ببساطة بيختار تقنيات مريبة دايما وغريبة في علاج البشر على حد زعم الباحثين عن هذا الموضوع. ولكن كان فيما هو أغرب من كده كمان اتقال عن التقنية دي بالتحديد. طبيبة أمريكية اسمها كريستين نورثروب طلعت فيديو على تويتر وقالت فيه التالي: أنا اسمي كريستين نورثروب، أنا طبيبة نساء وتوليد معتمدة من النقابة الطبية، وحاليا أعمل في مركز نيو إنجلاند الطبي وأستاذة في جامعة فيرمونت، ولي 3 كتب
هم الأكثر مبيعا في الطب خلال الخمس سنوات الأخيرة. قدمت عروض تلفزيونية ناجحة ومتخصصة في الطب، ظهرت عشرات المرات مع أوبرا وينفري أشهر مذيعة في العالم، وأنا الآن أعلن رسميا تخوفي من العديد من الأدوية المتاحة عالميا وفي المستقبل القريب، ومن اللقاحات أيضا، لأني أرى أنها ستغير من الحمض النووي الخاص بالبشر وستجعلهم عبارة عن أجهزة هوائية للإرسال والاستقبال أشبه ما يكون بالبلوتوث والواي فاي. إنها تقنيات وشبكات الـ5G القادمة، وما هو أسوأ من ذلك فإن معامل البحث السرية في العالم تعمل على تطوير شيء خفي أطلقوا عليه اسم صبغة الشيطان. صبغة الشيطان لا ترى إلا من خلال أجهزة حديثة تصنعها بعض الجهات الخفية، يوجد بها بعض الجزئيات متناهية الصغر تحقن في جسد الإنسان بهدف تخزين جميع المعلومات الحيوية للشخص الذي يتم حقنه بها. انتهى كلام دكتور كريستن، ولكن الفيديو الخاص بها انتشر بشكل كبير جدا وتم مسحه فجأة من على صفحتها من على تويتر بعد وقت بسيط، ولكن رجعت دكتور كريستن بفيديو تاني وقالت فيه كلام أكتر عما يحدث داخل المعامل السرية. ونأكد أن الدكتورة بغض النظر عن اقتناعك أو اقتناعي بكلامها من عدمه، إنها ليها مكانة علمية مرموقة في المجتمع العلمي الأمريكي، وقالت كلامها علنا وناس كتير شافوه، وإحنا اللي عملناه إن إحنا بننقل كلامها ليكم وتقدروا تلاقوه لسه موجود في بعض المنتديات. قالت دكتور كريستيان ان مؤسسة بيل وميليندا جيتس في يوم 23/3/2020 قدموا طلب للحصول على براءة اختراع لتطوير شريحة بتحمل اسم 060606، واعلنت دكتور كريستيان ان هذا الرقم بيرمز للشيطان في كثير من الثقافات الشعبية والدينية في العالم كله، واعربت عن تخوفها من تحويل الإنسان الحر إلى شخص مراقب على الدوام من خلال العمليات المشفرة بالشرائح الإلكترونية، وإن بزرع الشريحة اللي أطلقت عليها اسم الشريحة الشيطانية 060606 هينتهي عصر الخصوصية لأي إنسان. ده كان كلام دكتور كريستيان عن الشريحة الإلكترونية وعن تقنية الوشم الكمي الغير مرئي، وأطلقت عليها اسم مختلف وهو اسم صبغة الشيطان زي ما قلنا. ولكن مع ربط الخيوط ببعضها هنلاقي أن المسمى هو بس المختلف، وأن الوشم الكمي الغير مرئي وصبغة الشيطان هما وجهان لعملة واحدة وبيخدموا نفس الغرض. وعلى فكرة مش بس دكتور كريستيان اللي اتكلمت عن التقنيات دي، كمان في أحد الأطباء في فرنسا خرج بفيديو اتكلم فيه عن نفس التقنية المريبة اللي اسمها الوشم الكمي الغير مرئي، وقال ليها اسم تاني غير الاسم ده، وقال اسمها تقنية النانو بارتكلز، والنانو بارتكلز ترجمتها الحرفية الجسيمات متناهية الصغر، وقال ان بالفعل تم حقنها في ناس كتير، وده مش في الفترة الأخيرة، لا ده من قديم الزمان كمان على فكرة، وكانت بتتجرب، وقال تم حقنها من خلال معامل معروفة وليها مصداقية عالمية عند البشر. وأكبر دليل على وجودها في أجسامهم هو الاختبار اللي أجراه ناس كتير في العالم لما حبوا يتأكدوا من وجود التقنية دي بداخل أجسادهم، فجابوا عملات معدنية وضعوها على أجزاء متفرقة من جسدهم، ولقوا أن العملات المعدنية بتلتصق بجسدهم كأن في معدن أو شيء مغناطيس أو أجسام صلبة جوه أجسامهم، وده طبعا كان شيء غير طبيعي.
ده كلام الدكتور عن تقنية النانو بورتكلز أو الوشم الكمي الغير مرئي. ولما حبينا ندور أكتر على صحة المعلومات اللي اتقالت على لسان الطبيب الفرنسي، لقينا فيديوهات كتير لناس حطوا عملات معدنية وكوينز على أجسامهم وكانت بتلتصق بيهم، وده الناس شافوه دليل على إنهم اتحقنوا بمواد فيها معادن دقيقة وصغيرة جدا جدا، وبقت بالفعل بداخل أجسامهم. الفيديوهات موجودة على فكرة على يوتيوب، تقدروا تشوفوها بسهولة، وممكن يكون في ناس منكم شافوها بالفعل أو مرت عليهم عادي. البعض بيشوف إن دي ظواهر خارقة للطبيعة وملهاش أي علاقة بأي أدوية في العالم. عموما احنا حاولنا نجيب أصل المعلومات دي اللي اتقالت كلها بخصوص التقنية الغريبة اللي قلنا عليها، وفي الآخر لك حرية التصديق من عدمه. حالياً وفي الوقت الحالي أي حد بيتكلم عن أدوية ولقاحات بيتم حذف كلامه فوراً من على أي منصة تواصل اجتماعي، ودي معلومة غريبة ومحدش عارف إيه سببها. ولو لاحظنا دايماً في أي حلقة هنلاقي اسم رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس بيتكرر في كل حلقة من حلقات الملف الشائك، والتكرار ده مش جاي أكيد من فراغ ولا احنا قصدينه على فكرة ولا احنا نعرفه شخصياً أو بيننا وبيننا مشاكل. مش بس احنا كعرب اللي مؤمنين بنظرية المؤامرة اللي بتلاحق هذا الرجل. مؤسسة يوغاف الأمريكية عملت استطلاع رأي حول رأي الأمريكان نفسهم في رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، والنتيجة كانت إن في أكتر من 54% من الأمريكان اللي أجري عليهم الاستبيان مؤمنين بأن بيل جيتس يريد أن يتحكم في البشرية وفي العالم من خلال الرقائق الإلكترونية. المؤسسة البحثية يوغاف قالت إن النسبة دي ما زالت في ارتفاع. تعالوا نروح لنقطة تانية مهمة في حلقتنا النهاردة وفي الملف الشائك الخامس عن الماسونية، وهو اللي حصل في تاريخ 29 أبريل سنة 2021. في التاريخ ده العالم صحي على خبر خارج من دولة الصين بيعلنوا فيه أن هم فقدوا السيطرة على أحد الصواريخ المتجهة للفضاء، وأن سرعة الصاروخ هتقل تدريجيا لحد ما يصل للغلاف الجوي لكوكب الأرض ويسقط على الأرض بفعل الجاذبية الحرة. طبعا الموضوع أثار الرعب في العالم كله خوفا من أن الصاروخ يقع علينا ببساطة جدا، أو يقع يعني على مكان مأهول بالسكان، لأن وزنه كان حوالي 22 طن وطوله 30 متر، ومن المؤكد أنه هيتسبب في كارثة مدوية وخسائر في الأرواح كتيرة جدا لو سقط في مكان زي ما بنقول مأهول بالسكان. تم رصد الصاروخ وتتبعه من مراصد فلكية كتير في العالم كله، وحتى من مصر تم رصد مرور الصاروخ الصيني في سماء صعيد مصر، وبعد أيام سقط الصاروخ في المحيط الهندي قرب المالديف. ده ملخص ما حدث للصاروخ الصيني لأثار رعب وزعر الكوكب بأكمله لأيام، لكن انتوا عارفين ومتأكدين الحكاية ما انتهتش بالشكل ده أبدا، لأنه بعد أيام قليلة جدا من وقوع الصاروخ الصيني أعلنت شركة أمريكية متخصصة في علوم الفضاء اسمها روكيت تاب عن فقدانها التحكم في أحد الصواريخ الخاصة بها بعد 4 دقائق فقط من إطلاق روكيت على صفحتها الرسمية على تويتر تغريدة بإعلان الخبر، وطمأنت الناس وقالت وزن الصاروخ المفقود هو مجرد 500 كيلو جرام فقط، على عكس الصاروخ الصيني اللي وزنه يتعدى 20 طن. طبعا الناس بدأت تتساءل عن إيه حكاية الصواريخ اللي عمالة تطير ويفقدوا السيطرة عليها يعني، وليه في التوقيت ده ورا بعض، وليه تحديدا دلوقتي. وفي ناس كتير خرجت بنظريات وتفسير لموضوع الصواريخ وقالت الصواريخ دي لم تكن إلا صواريخ تجسس على بعض المواقع في العالم، وإنها تابعة لمنظمات عالمية سرية، وإن بإعلان الدول عن إنهم فقدوا السيطرة والتحكم على الصاروخ فيقدر بكده الدول تدرك إن الصاروخ هيقع عليهم بشكل أو بآخر فيثار الذعر، والناس ما تتكلمش عن أي نظريات مؤامرة، وكده الصاروخ هيتسب له إنه يخترق أي مجال جوي لأي بلد، لأن يا حرام إحنا فقدنا السيطرة عليه ويقدر يرصد الصور والمعلومات اللي عاوزها. والدليل الأكبر إن دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن ليها إنها تعلن خبر فقد السيطرة على صاروخ بالبساطة والسذاجة دي،
والأغرب أنه كان بعد أيام قليلة من وقوع الصاروخ الصيني، وده اللي خلى الناس تتعجب وتتساءل هو في إيه؟ هل المعلومات اللي الدول بتقولها عن فقدان التحكم والسيطرة في الصواريخ ومحدش بقى يعني مصدقها دي صحيحة؟ ولا في أهداف أخرى من إرسال الصواريخ دي ورا بعض؟ وطبعا زي ما بنقول الهدف هو مهمات التجسس، وده رأي البعض، وحصار كل جانب لكوكب الأرض، وده اللي اتقال واتكتب في أكتر من مصدر، واتقال أيضا أن الصاروخ الأمريكي انطلق في الوقت ده تحديدا علشان يتعقب الأماكن اللي مر بيها الصاروخ الصيني، ويعرف هو وصل لإيه من معلومات وصور وأماكن سرية عن كوكب الأرض. الغريب في الموضوع أن الصاروخ الأمريكي مشي فعلا في نفس المدار ونفس الأماكن اللي مر بيها الصاروخ الصيني. تعالوا نرجع للحلقة الأولى من الماسونية. اتكلمنا عن شبهات موت المطرب العالمي مايكل جاكسون، وأن موته أو اغتياله أثر جدل كبير، وتوجهت الأصابع الاتهام للجماعات الخفية في العالم، وإن ده كان باعتراف من مايكل جاكسون نفسه في مكالمة زعناها في الحلقة الأولى. ارجعوا للحلقة الأولى واسمعوها، واتزعت المكالمة دي بعد وفاته. كانت مكالمة تليفونية مع مدير أعماله، وكان مهزوز ومرعوب، وبيقول لمدير أعماله أنه على وشك تصفية حياته، وأنه مش هو اللي هيصفي حياته، لا، أن هم خلاص هيصفوا حياته، وهم مين؟ جهة أو منظمة سرية أكثر شرا من الشياطين أنفسهم. المكالمة زي ما بفكركم عرضناها في الحلقة الأولى مترجمة من الملف الشائك. طيب ليه أنا بجيب سيرة مايكل جاكسون؟ هو مش بنكتر الحلقات ولا حاجة، لا، هو عشان نسأل نفسنا، هل في مطربين تانيين غير مايكل جاكسون تم تصفيتهم بطريقة غريبة ومشبوهة؟ الإجابة في حوادث اغتيال مشبوهة كتير لبعض الفنانين اللي بيقال إنهم انشقوا عن الماسونية أو كانوا بيحاربوها في أعمالهم الفنية بأي طريقة. اشمعنى الفنانين دول هم اللي ممكن يغتالوا بطريقه غريبه عن شقاقهم عند انشقاقهم او محاربتهم للماسونيه؟ الاجابه لان هم اكثر تاثير في المجتمع وبالاخص في الشباب، بمعنى اوضح ان الفنان او المطرب مؤثر اكثر في المجتمع، وبالتالي وده بيتسبب يعني بانه قدرتهم في السيطره على اكبر عدد من الناس ممكن تضعف بسبب هذا الفنان او الممثل او المطرب، وأن وجوده معهم إضافة، وانشقاقه عنهم كارثة، وهما مش مستعدين لهذا الانشقاق بأي شكل أو طريقة. من ضمن المطربين اللي قيل أن تم اغتيالهم بطريقة غريبة كان المطرب الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية توباك شاكور. توباك هو أشهر مغنيين الراب في التاريخ الأمريكي وأكثرهم تأثيرا على الشباب، وكان بمثابة رمز من رموز مؤثرة جدا في كثير من الشباب. توباك شاكور كان عنده نوع من الثقافة المختلف عن باقي مطربي الراب في الوقت بتاعه، وهو أنه قدر يجمع ما بين فن الراب الحقيقي وما بين الرسائل الخفية في أغانيه. بتتبع أغانيه بنكتشف أن أغانيه كلها رسائل ضمن المخططات الماسونية، وقدر أنه يعمل شعبية كتيرة بين الشباب في العالم كله، وقدر أنه يوصل مفاهيم المخطط الماسوني بطريقة مبسطة علشان يفهمها الشعب البسيط. تم إدانته أكتر من مرة بقضايا تشويه واعتداء جنسي على الأطفال، وتم حبسه فعلا بسبب التهمة دي. ولو تفتكروا إن ده كمان حصل مع مايكل جاكسون قبل وفاته، مع العلم إن بعد وفاة مايكل جاكسون تم تبرئته من كل التهم المسيئة ليه بالاعتداء الجنسي على الأطفال. مايكل جاكسون كمان تم توجيه تهمة اعتداء جنسي منه لطفل، وكان ممثل شهير جدا من أجل تشويه صورته، لأن الطفل ده كان بيحصد حب الملايين، وهو بطل فيلم هوم ألون، والطفل ده كان الأطفال والكبار بيحبوه، فتم إلصاق هذه التهمة بيه من أجل تشويه صورته.
نرجع لمطربنا توباك اللي خرج من السجن أكثر شراسة ضد الماسونية، لأنه قال أنه قابل ناس كتير من المظلومين بداخل السجن بسبب حربهم ضد مخططات الماسون. ولذلك بعد ما خرج قرر الانتقام وسجل ألبومه الأخير في 7 أيام بس بعد خروجه من السجن. وكان الألبوم بعنوان قاتل المتنورين. كان بيقصد بقاتل المتنورين نفسه. وقبل نزول الألبوم الأسواق اتسرب البوستر الخاص بالألبوم أثار غضب الماسونية أو المتنورين على حسب تسميته ليهم. وفي مكالمة تسربت ولازالت موجودة إلى اليوم بينه وبين أحد المجهولين، وهو بيكلمه عن تجربته المسيئة في السجن وأنه دخل السجن ظلم بسبب حربه على الماسونية. وفي نفس المكالمة دي سأل الشخص المجهول اللي في الطرف الثاني عن الألبوم وعن قصده إيه من قتل المتنورين، وقال له صراحة بمنتهى الوضوح: نعم أنا أقصد قتل المخطط الماسوني في العالم، فلتذهب عني يا رجل. اتقفل التليفون بعد المكالمة دي. وقبل نزول الألبوم الأخير لتوباك شاكور في يوم 7 سبتمبر سنة 1996 اتقتل ب4 رصاصات من شخص مجهول في عربية مجهولة في إحدى إشارات المرور في لاس فيغاس، ومات متأثرا بجراحه في المستشفى. وإلى يومنا هذا لازالت القضية الخاصة بمقتل توباك غامضة، ولم يتم الاستدلال على القاتل ولا على الجهة المسؤولة عن قتله بشكل صريح. ولكن طبعا كل جمهوره ومحبيه تأكدوا بشكل قطعي مين السبب في مقتله ومين وراء إنهاء أي رمز يحاول أنه يحارب الأفكار الضالة والمنحرفة للسيطرة على الشعوب. انتهت القصة بمقتله، ولكن ما زالت موسيقى وأغاني بتتردد إلى يومنا الحالي في كل مكان وعلى كل منصة موسيقية. حتى غنوته أقتل الماسونية صنفت من ضمن أكثر 10 أغاني راب مؤثرة في تاريخ الراب كله في العالم، واعتبر هذا الرجل من قبل مطربين كتير أنه الأب الروحي للراب والمؤثر في العالم. هنحاول ننزل جزء من المكالمة المسربة مع أحد الأشخاص المجهولين في الحلقة. كمان هننزل صورة من اللعبة اللي بيقال إنها تنبأت بموت توباك. أيوة، في لعبة، في لعبة فيديو جيم شهيرة تنبأت بمقتله بنفس الطريقة اللي اتقتل بيها بالضبط. And I don't give a fuck how much white people, the media, niggas, black people, players, police, whoever try to darken my shine, I'm gonna always shine through. They can lie by my words, they always gonna ring true. You know what I mean? Because it's my essence. It's in my essence. And that's what's gonna always come through. And I feel like that's true about me. Like now people be like, you blasphemy. You say black people, that's blasphemy. Or he's like, he's elitist. He's like the Muslim police, like a 5% of it. Nothing like that. بول ووكر، مقالة نشرت بعد وفاته وتم حذفها واختفاء الصحفي اللي كتبها. هذا الرجل الشهير جدا والنجم الوسيم بطل سلسلة فاست اند فيوريوس قيل انه تم محاولة تجنيده من الماسونية لسنوات طويلة، ولكنه كان بيتهرب وبيحاول البعد عن هذا الكيان بكل الأشكال الممكنة، ولكنهم ما يقسوش وفضلوا يحاولوا أكتر من 1,000,000 مرة مثلا، يعني 1,000 المرات، لكنه رفض. فكانت النهاية هو افتعال هذا الحادث المؤسف اللي مات فيه بول ووكر. تحذير:
الجزء اللي هنقوله دلوقتي هو الجزء الأكثر اشمئزاز في كل الحلقات اللي اتكلمنا فيها في ملف الشائك عن الماسونية ومنهجها المريب في التحكم في كل ما هو بشري في العالم. حاولنا كتير نتجنب أجزاء فيه، ولكن كان لازم نقول ونتكلم. ليه الجزء ده تحديدا أكثر جزء مريب ومرعب بالنسبة لينا كلنا كبشر؟ الإجابة للأسف لأنه متعلق بالأطفال وبالفطرة البشرية العادية. أي شيء بيتعلق بأذية الأطفال بيخلينا نرفضه شكلا وموضوعا، وكمان مفيش أي إنسان سوي بفطرته البشرية السليمة يحاول يأذي أي طفل أو يسامح في أذية أي طفل. ولكن للأسف مش كلنا كده، في ناس كتير في العالم بيستغلوا الأطفال استغلال مرعب ومريب وبشع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مش هكون متجاوز في حق الناس دي لو قلت عليهم إنهم صعب يتوصفوا بأنهم شياطين وحيوانات، لأن الحيوانات لديها من الرحمة الكثير والكثير عنا كلنا. تعالوا نفهم الموضوع مع بعض. سنة 2016 حصلت إحدى الهجمات الإلكترونية من بعض الهاكرز الغير معروفين، والهجمة الإلكترونية استهدفت أحد الشخصيات المؤثرة في اللوبي السياسي الأمريكي. هذا الشخص كان بيعمل مستشار للرئيس الأمريكي باراك أوباما، وبعد انتهاء فترة حكم أوباما كان الشخص ده هو مدير الحملة الانتخابية للمرشحة هيلاري كلينتون. الشخص ده كان اسمه جون بوديستا، مشهور جدا زي ما قلت في الأوساط السياسية والفنية أيضا. في 2016 نشرت هيئة ويكليكس تسريب عن رسالة غريبة كانت موجودة على إيميل هذا الشخص اللي هو جون بوديستا، وكانت مرسلة من أخوه كان مكتوب فيها: هل تريد البيتزا لمدة ساعة؟ سؤال غريب مريب، باين أنه شفرة مش سؤال ولا حاجة، لأنه مش طبيعي أن حد يسأل أخوه على إيميله الشخصي عن وجبة من البيتزا لمدة ساعة. طبعا تم تتبع كلمة البيتزا في كل الإيميلات الشخصية المرسلة والواردة على إيميل جون بوديستا، وتم اكتشاف أكبر فضيحة أخلاقية في التاريخ السياسي الأمريكي. وتعرفت القضية من وقتها باسم قضية منظمة البيتزا جيت. لحد هنا والموضوع بيخص شخص منحرف فكريا، ولكن بعد فترة قليلة خرجت مئات الرسائل اللي فضحت مسؤولين كبار جدا من كل دول العالم بيستخدموا اسم البيتزا في إيميلاتهم، واللي كان بيدفع فيها أرقام مبالغة جدا في طلبها. ومن ضمن الرسائل كانت رسالة لأحد الشخصيات البارزة في العالم، وكان بيطلب بيتزا دفع فيها $65,000. متخيلين الرقم؟ علشان وجبة بيتزا. وطبعا الكلام ده غريب جدا، ومستحيل يكون فعلا الأرقام دي بتدفع في أكلة. كلمة بيتزا هي كلمة مشفرة بتدل على شيء آخر غير البيتزا، واكتشفوا إنها المقصود بيها هو الطفل. أيوة، بيرمزوا للطفل باسم بيتزا. الموضوع لم يتوقف عند كده، الناس حبت تعرف هما بيعملوا إيه في الأطفال وليه بيدفعوا فيهم المبالغ الطائلة دي. وبعد البحث في إيميلات المدعو جون بوديستا تبين إن في شخصية تانية متورطة في قضية خطف الأطفال، شخصية اسمها مارينا أبراموفيتش، ودي شخصية مريبة عالميا ومعروف إنها مثيرة للجدل وبتقول على نفسها فنانة تشكيلية مش أكتر. المهم الإيميل اللي بعتته مارينا أبراموفيتش لجون بوديستا كان عبارة عن دعوة لحضور حفل للطبخ والطوح الروحاني. ناس كتير بدأت تتساءل وتبحث في ايه هو المقصود من الطبخ الروحاني، وايه علاقة الاطفال برجال السياسة في العالم. النتيجة مروعة ومرعبة. اكتشفوا الناس ان هذه السيدة كاتبة وصفة للطبخ الروحاني وبتنفذها كل فترة، وبتعمل حفلة كبيرة اسمها حفلة العشاء الروحاني بيحضرها مشاهير العالم. مش هقدر اقول ايه مكونات وصفة الطبخ الروحاني لانكم اكيد فهمتوا. على فكرة هذه السيدة الشيطانية اتسرب ليها صورة في غرفة شكلها مريب، وهي كاتبة على الحيطة بدماء وصفة الطبخ الروحاني
اتوجه ليها اتهامات بالتورط في قضية البيتزا الشهيرة وقضية خطف الأطفال، وقالت أنا فنانة تشكيلية وكل اللي بكتبه أو تسرب هو جزء من الفن التشكيلي المجرد، وبتكلم فيه عن نوايا الإنسان ورغباته الدفينة، وكل ما يتم حدوثه في هذه الحفلات هو نوع من التطهير الروحاني فقط لا غير. في صور كتير اتسربت من الحفلات دي، هحاول أنزل لكم منها صور. الكلام عن الست دي مخلصش لأنها محتاجة حلقات كاملة، ممكن لو انتوا عاوزين نتكلم عنها باستفاضة. نرجع لجون بوديستا المدير الإعلامي اللي خرجت من إيميله فضيحة قضية البيتزا، وتم توجيه الاتهامات ليه بالفعل وتمت محاكمته ودخل السجن ومات في السجن منتحر بعد الشهر أو شهور قليلة من دخوله. والأغرب أن كل كاميرات المراقبة كانت متوقفة وقتها، والحراس قالوا ما كناش موجودين حينما أقدم على الانتحار. بعد تتبع قضية البيتزا جيت ظهرت أسرار تانية، وهن في اسم لمحل بيتزا اتكرر كتير في إيميلات جون بوديستا مع غيره من رجال الفن والسياسة، المحل مشهور عندهم. وبعض الناس وجهت اتهامات كتير لصاحب المحل لتورط اسم مطعمه في قضية البيتزا جيت والمتاجرة والاستغلال الجنسي وقتل الأطفال. ولما بدأت تبحث الناس خلف الرجل ده اكتشفوا ان كل حساباته على انستجرام وفيسبوك فيها صور غريبة ومريبة للأطفال بتعذب وبيتم استغلالهم بطرق وحشية، وكان بيكتب ان دي لقطات من افلامه غير حقيقية. كمان مطعمه لما تدخله بتلاقي فيه صور غريبة جدا كلها بتحتوي على أطفال بتبكي. صاحب المطعم ده شهير جدا، شخصية شهيرة جدا، وبعد ما الاتهامات لحقته في كل مكان غير شعار المطعم تماما ومسح كل الصور اللي كان بينشرها على حسابه على انستجرام، ولكن الصور ما زالت موجودة. سامحوني مش هنقدر ننزلها لأنها مؤذية جدا جدا. اتعامل مع الشخص صاحب المطعم ده لقاء في احدى القنوات الاعلامية الشهيرة بالولايات المتحدة الامريكية. المذيعة ما سألتوش عن علاقته بالقضية المعروفة بالبيتزا جيت، ولا ذكرت اي شيء عن الاطفال ولا عن الصور اللي بنشرها ولا على حسابه على انستجرام والحاجات اللي موجودة جوه مطعمه. تسبب اللقاء اللي اعلن عنه كتير والكل كان قاعد مستنيه في استياء المشاهد، وتقال ان تم الدفع بملايين الدولارات للقناة وللمذيعة للبعد عن هذا الحوار والحديث ولتبييض وجه هذا الرجل. وتقال كمان ان القضية دي فيها ناس كتير متورطة فيها فما كانش ينفع تتفتح. كل اللي بقوله تم نشره في وسائل اعلامية كبرى في العالم كله، واتكلم فيها اكبر الاعلاميين. اللي حابب يتأكد يدخل ويدور عن بيتزا جيت وهيعرف كم الكوارث اللي لحقت الكثير من رجال الفن والسياسة والفضائح واللي مرتبطة بشكل أو بآخر بالفكر الماسوني، زي ما قلنا اللي بيتحكم من تحت الترابيزة. لأن في بعضهم عنده بعض المعتقدات الدنيئة الخاصة بالأطفال والتضحية بدمائهم للشيطان من خلال الحصول على القوة والنفوذ، وهي طبعا الدعم الأساسي لمنظمة البيتزا جيت شئنا أم أبينا، وده معروف وواضح. وفي أسباب تانية لخطف الأطفال غير التضحية الشيطانية بيهم، والغرض من أغرب الحاجات اللي ممكن تسمعها في حلقتنا النهاردة، المنظمات دي بتخطف الأطفال من أجل الحصول على مادة الأدرينوكروم. وإيه هي مادة الأدرينوكروم؟ المادة دي بتتكون من هرمون الأدرينالين في جسم الإنسان، والأدرينالين زي ما هو معروف هرمون الخوف، يعني بمعنى أبسط هرمون بيفرزه الجسم لما يتعرض لأي خوف أو خطر،
ومن الأدرينالين بيتم استخلاص مادة الأدرينوكروم، والمادة دي هي الأغلى في العالم، وده لأن معظم المنحرفين فكريا في العالم عندهم اعتقاد أن الأدرينوكروم بيقلل الشيخوخة وبيجدد الشباب في خلايا أجساد البشر. بمعنى أوضح، الأدرينوكروم هو إكسير الشباب في العصر الحديث. طب إيه علاقة الأطفال بكل ده؟ هقولك. منظمة البيتزا جيت اتهمت رسميا بأنها بتخطف الأطفال وتعرضهم لأكثر أنواع الرعب والذعر النفسي والجسدي بشكل مكثف جدا، علشان أجسامهم تفرز كمية أدرينالين كبيرة. فاكرين فيلم شركة المرعبين؟ فاكرين الجهاز اللي بيشفط الصريخ أو شفاط الصريخ زي ما كانوا بيقولوا عليه شلبي سلوفان ومارد وشوشني؟ ألقيت أصابع اتهام على هذه الفكرة في الفيلم، إن الفكرة دي بتشير لجهاز موجود بالفعل وتم استخدامه في هذه المنظمة السرية، وكانت التساؤلات ليه الجهاز ده تم الحديث عنه في فيلم خاص بالأطفال. عندكم إجابة؟ أنا ما عنديش. لابد من تعرض الطفل للخوف والرعب المستمر عشان جسمه يفرز كمية أكبر من الأدرينالين. طب ليه مش الكبار؟ لأن الكبار مش هيخافوا بنفس القدر اللي هيخافوا الطفل، وعلشان كده كان لازم وجود الأطفال ورعب الأطفال عشان ياخدوا منه كمية الأدرينوكروم المكثفة والمركزة. طب إيه المكتوب عن الطريقة اللي بيتم بيها استخلاص الأدرينوكروم من جسد الأطفال؟ الطريقة هي بعد تعريض الأطفال للرعب والخوف المستمر، بيتم سحب المادة دي من الجذع الشوكي من خلال دماغ أو قاع العين. ومع الأسف الكلام اللي بقوله حقيقي ومنتشر في العالم كله وعلى أدلة كتير جدا. طب هل فعلا المادة دي بتقلل الشيخوخة وبتجدد الشباب؟ يعني في أي حقيقة علمية بتقول كده؟ الإجابة لا طبعا، والمادة دي ما هي إلا مادة كيميائية بتنتج في المعامل أو بتنتج في المعامل والمختبرات بشكل عادي، ولكن جهات معينة نشرت المعلومة ورسختها كفكرة شيطانية في أدمغة ضعاف النفوس والمنحرفين فكريا، بأنك لو عايز تفضل شباب زي ما أنت يبقى تاخد المادة دي من طفل بالطريقة البشعة، مش من معامل بتصنعها. ده مش كلامي، ده كلام موجود وموثق في أكثر من مصدر. يكفي أني أقولك أن في إحصائية أصدرتها إحدى المنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي قالت أن حوالي 400 طفل تم اختفائهم في ظروف غامضة في 5 سنين فقط ومن جنسيات مختلفة. وفي فيديو منتشر لإحدى الفنانات لما سألتها المذيعة عن سر شبابها الدائم، ردت عليها بالخطأ وقالت لها باخد خلايا بشرية من أطفال وحقنها بشكل دوري في خلايا بشرتي، وبالتالي بفضل محافظة على شبابي بالشكل ده. القضية دي تورط فيها أسماء كتير جدا وكبيرة جدا، وطبعا ما بنقولش أي أسماء منهم لأسباب تتعلق بعرض المحتوى، ولكن الأسماء سهل إنك تدور وتعرفها بسهولة. فيلم The Purge أو التطهير أشرنا لي بشكل أو بآخر يمكن أكثر من مرة في الحلقات السابقة. نشرت مقالة بتقول تحديدا أن ما يحدث في فيلم التطهير هو يحدث في جلسات الماسونية الروحانية بمنتهى الدقة، وهي أن يقوم الأثرياء والمرضى والمنحرفين فكريا بالتطهير من خلال قتل الأبرياء، وأن الكيان المظلم هو من يتيح هذه الجلسات ويجعل من يقوم بهذا التطهير في حماية قصوى من أكبر القيادات في العالم. من فضلك اسمع من جديد الملف الشائك الأول والتاني والتالت والرابع،
علشان أكيد دي مش نهاية ملفاتنا الشائكة، ولسه هيكون في ملف جاي قريب أو بعيد مسرنا نرجع له. ده كان الجزء الأخير من ملفنا النهاردة عن الكيان المرعب أو الخطير، الكيان الشائك، وحلقتنا الخامسة. وبرجو منك إن الحلقة دي بالذات تسمعها أكتر من مرة، لأنها متشابكة جدا، تفاصيلها كتيرة جدا، وعايز أشوف كل انطباعاتكم وأراءكم. هتكتبوها فين؟ هتدخلوا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه حوالي من 146 ألف ل 147 ألف. ادخلوا واكتبوا انطباعاتكم، واكتبوا تصديقكم لحاجات في الملف أو تجذبكم لحاجات فيه. يهمنا جدا نقرأ. احنا الجروب بتاعنا هو زي ما بيقولوا الكوميونيتي الخاص بينا، كل عيلة أحمد يونس موجودة فيه. الجروب بالعربي اسمه عيلة أحمد يونس، بالعربي ده اسمه عيلة أحمد يونس. لو عايز تحصل على رواية نادر فودة من مندوبنا للتوصيل ويتواصل معاك وتتوصل لك لأقرب مكان ليك، هقول لحضرتك رقم المندوب بتاعنا 011-282-5383. رقم مندوبنا لتوصيل رواية نادر فودة الأخيرة أو كل كتب خبايا هو 011-282-5383. رجاء تشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب اللي بتسمع من خلال هذا الملف، وتفعل علامة الجرس. في تنويه بحب أقوله دايما، إن احنا قفلنا فوق 95% من قنوات اليوتيوب اللي كانت بتسرق المحتوى الخاص بيا. وللناس اللي بتسأل عن قصص الرعب القديمة الخاصة ببرنامج على القهوة، كلها بيتم إعادة معالجتها وهتنزل تباعا في الفترة اللي فاتت. يعني احنا نزلنا مذكرات باهر زيدان، ولسه هننزل حاجات كتير في الفترة اللي جاية، ونزلنا عصير البرتقال وحاجات كتير، فهننزل كل الأرشيف القديم في الفترة اللي جاية. ودلوقتي بيتم إعادة معالجة سيدي الحارس علشان هتنزل في الفترة اللي جاية. كمان للناس اللي بتسأل عن رواية نادر فودة المسموعة ليه ما نزلتش، بمنتهى الصراحة ومن غير لف ودوران، خليني أقول لكم أنها تمت المعالجة الكتابية فعلا، وكان المفروض أن أنا أسجلها وتنزل في العيد، لكن أصبت بوعكة صحية تسببت في أني ما أقدرش أسجلها. ليه؟ طب ما أنت بتسجل الملف. لا، خليني أقول لكم على حاجة، الملفات السرية ما بتبقاش محتاجة تقمص وتمثيل قوي في الشخصيات، فعشان كده السرد فيها بيكون سهل، وعشان كده برضو تجارب موجودة أكتر في فترة العيد علشان مش محتاجة التقمص والسرد. أما بالنسبة للقصص اللي نزلت في العيد، القصص دي أنا مسجلها من فترة وكانت شايلها عندي كده يعني لأي ظرف يحصل، فكان الحمد لله أنها موجودة علشان تنزل لكم في العيد. حابب أقول لكم يا رب دايما تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين وأيامكم جميلة وسعيدة، ويا رب دايما ينعم عليكم بالصحة والستر والخير. لو عايز تتابعني على الهواء مباشرة وانت من الناس اللي بتصحى بدري، ياريت تسمع برنامج صباحك ومطرحك كل يوم من الساعة 7 للساعة 10 صباحا على راديو 9090، أو تسمعه على أبليكيشن الراديو 9090، أو من ويب سايت 9090.fm. ده برنامج جميل صباحي ملوش أي علاقة بالرعب، في حتة تانية خالص، ولكن بيسعدني أن ألاقي منكم ناس موجودة الصبح بتصبح عليا من الحد للخميس من 7 إلى 10 صباحا. طبتم وطابت أوقاتكم، وكل عام وحضراتكم بخير، وعيد سعيد. سلام عليكم.